زي ما شفنا الجوينت دي عبارة عن سينوبيا الهنج فرايتي يعني ليها محور واحد أفقي هنا فبدام ليها محور واحد أفقي يبقى ملهاش الـ تو موفمنت الأرم أهو لو أرفعه كده أما أجي هنا أدي الأرم أهو أجي والفور أرم أهو أما أعمل فليكشن للفور أرم كده على الإلبو جوينت ده اسمه فليكشن لما أفرد الفور ارم وانزله لتحت يبقى ده اسمه ايه اكستنشن يبقى ده فليكشن وهنا ايه اكستنشن يبقى ات از ا هنج جوينت ذا اونلي موفمنت ار فليكشن اند اكستنشن ذا فليكشن بيتعمل بمصل اسمها البايسبس والبراكياليز هنا والاكستنشن بيتعمل بالايه بالترايسبس اللي ورا والانكونس يبقى ما بيحصلش على جوينت دي الا فليكشن واكستنشن والفليكشن يعملها البايسبس والبراكياليز والاكستنشن تعملها الماسلز اللي في على الباك اوف ذا فور ارم او المسلز اللي على الباك اللي اوف ذا ارم اللي هي الترايسبس واحده تحت صغيره كده اسمها ايه البركياليز اكستند على الباك أو موجوده على الباك اوف ذا آه الالبو ايه جوينت يبقى ديت اللي بيسموها الاكستنشن والفليكشن اللي هم الموفمنت اوف ذا البو جوينت احنا عندنا الريديو النر جوينتس ففي سوبيرو راديوالنر جوينت اللي هي ارتكوليشن بتاع الهيد اوف ذا راديوس مع الراديال نوتش اوف ذا ألنا يعني دي الألنا اهي ادي الراديال نوتش اوف ذا ألنا وادي الهيد سيركمفرنس المحيط بتاع الهيد اوف ذا راديوس بيتحد او ارتكوليت مع الراديال نوتش اوف ذا ألنا ويعملوا لي سوبيرو ألنر جوينت طبعا في هنا ليجامنت اهي بتلف حوالين الهيد اوف ذا راديوس اسمها انيولار ليجمنت اللي هي الحته دي بتكيب الهيد اوف ذا ريديوس انسايد ذا كافيتي اللي هو الريديال نوتش بتخيل تزنق الهيد اوف ذا ريديوس جوه الريديال نوتش دي اللي هي بندي الاسم اللي هي بنسموها انيولار اي ليجمنت دي السوبيرور ريديو النر جوينت السوبيرور ريديو جوينت دي ساينوفيال جوينت نوعها بيفوت فرايتي بيفوت يعني محوريه ليها فيرتيكال ايه اكس في عندي في اللور اند اوف ذا ريديوس والالنا يعملوا ارتكوليشن مع بعض دول اسمهم انفيرو ريديو النا جوينت اللي هي الهيد اوف ذا النا ارتكوليتس مع النا نوتش اوف ذا ريديوس يعني ادي الهيد اوف ذا النا اهي ارتكوليت مع النا نوتش اوف ذا ريديوس يعني ودي برده انفيرو ريديو النا جوينت ودي ساينوفيال جوينت بيفوت فرايتي السوبيرو ريديو النا جوينت والانفيرور ريديو النا جوينت بتتم اولا ساينوفيال جوينت بيفوت فرايتي بتم عليهم موفمنتس اللي هي اسمها برونيشن وايه سوباينيشن ساعات يسالك امال الانتر اوسياس ده ايه اللي بين الريدياس والألنا تقول له اه ده نوع من انواع الفايبر جوينت بين الميدل بارت اوف ذا ريديوس يعني الابر بارت اوف ذا ريديوس والارنا يتحدوا بسينوفيال جوينت واللور بارت اوف ذا ريديوس والارنا يتحدوا بسينوفيال جوينت لكن الميدل بارت او الشافت بتاع الريديوس بيتحدوا بانتر اوسس ميمبرين ودي عباره عن فايبرس ايه جوينت نيجي نبص بعد كده الموفمنت اللي بتتم على السوبيرور والانفيرور ريديو جوينت اللي هي برونيشن وسوباينيشن اتفقنا البرونيشن اما يجي الواحد يلف الفور ارم بحيث يبقى ظهر ايده دايركتد ابورز يعني شوف بيلف الفور ارم بحيث يبقى ظهر ايده دايركتد ابورز دي اسمها برونيشن، السوبينيشن أما يلف الفور آرم بحيث إن البالم أوف ذا هاند يبقى دايركتد إيه؟ ابورز دي اسمها سوبينيشن يبقى دي برونيشن اللفة دي كده اسمها برونيشن، واللفة دي كده اسمها إيه؟ سوبينيشن أدي الـ 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 لما يكون البالم أوف ذا هاند أه اه 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 دايركتد ابورز او فورورز ده اسمه ايه سوباينيشن لما يكون الدورسا اوف ذا هاند اللي هو دايركتد ايه فورورز يبقى دي اللي بيسموها ايه برونيشن الحركه بتاع البرونيشن والسوباينيشن اتفقنا انها بتحصل عند السوبير والانفيرو راديو الونر جوينتس اللي هم ساينوفيال جوينتس بيفوت ايه فرايتي سالك في الامتحان ايه اللي يعمل السوباينيشن تقول له السوباينيشن دي بتعملها ماسل اسمها سوباينيتور وهيلبت بماسل اسمها البايسبس يبقى السوبينيشن دي بتتم بالسوبينيتور والايه البايسبس اما البرونيشن البروني فبيعملها تو ماسلز اللي هي برونيتور تيريز وبرونيتور ايه كوادريتس وعرفنا ان البراكيورادياليس راديالس انيشيت بتبتدي عمليه البوس برونيشن اند سوبينيشن يبقى البرونيشن تعملها برونيتور تيريز وبرونيتور كوادريتس والسوبينيشن تعملها البايسبس والسوبينيتور لكن البراكيورادياليس راديالس انيشيت البرونيشن والسوباينيشن ال جوينت دي ساينوفيال جوينت وهنج فرايتي يعني ليها محور واحد افقي عشان كده بنقول عليها يوني اكزيال وكمان المحور افقي بيسموه هنج فرايتي دي هتحدد لنا الموفمنت بتاعتها من الشولدر جوينت كاتبول اند سوكت كان ليها أكتر من محور أكتر من محورين كانت بتعمل كل الموفمنت لكن هنا ليها محور واحد أفقي فالمفصل فالم... ده ما يحصلش عليه إلا فليكشن واكستنشن فقط زي ما هنشوف بعد كده. طيب الأرتيكولار سيرفيس إيه الحاجات اللي بتتمفصل في هذه الجوينت؟ قال لك هنا أول حاجة التروكليا أهي التروكليا أوف ذا هيومرس والكابيتولم أوف ذا هيومرس آدي الكابيتولم أوف ذا the... إيه؟ Humorous. نيجي بعد كده بالنسبه للالنا هنا التروكليا نوتش اوف ذا النا وبعدين هنا السوبر سيرفيس اوف ذا هيد اوف ذا ايه؟ راديوس. يبقى الاسطح المتمفصله اللي هو الارتيكولار سيرفيسز قال لك في الهيومرس تروكليا والكابيتولم في الالنا هنا هو التروكليا نوتش اوف ذا النا وبعدين السوبيرو سيرفيس اوف ذا هيد اوف ذا ايه؟ راديوس دولت اللي هم الارتيكولار ايه؟ سيرفيسز. لما نيجي للكبسول بيمسك فين؟ هنا بقى بيمسك اول حاجه في الهيومرس في حاجات انتر ارتيكولار يعني جوه المفصل وحاجات بره المفصل، ايه الحاجات اللي جوه المفصل؟ قال لك التروكليا جوه المفصل، كابيتولم جوه المفصل، التلاته في الصاي اللي هو هنا كان فيه تروكري الفصة وهنا في ريديا الفصة يعني هنا في هنا فصة اسمها كورونويد فصة وهنا ريديا الفصة ومن الباك بيبقى في فصه تانية اسمها اوليكرينون فصه يبقى الكبسول بيبقى بي بيلف حوالين التروكليا والكابيتولا من فصاي فصاي الفصاي دول كورونويد فصه راديال فصة ولوكرينون فصة ده بالنسبة للهيومرز بالنسبة للرادياس ده بيلف حوالين الهيد اوف ذا ريديس ويدخل السوبيرو سيرفيس جوه ويمسك هو الكبسول يمسك في الايه في الانيورار ايه ليجامنت لما نيجي في الالنا بيبس بيمسك في المارجن اوف ذا تروكليار نوتش اوف ذا ايه الالنا يبقى بيمسك في المارجن اوف ذا تروكليار نوتش اوف ذا الالنا يبقى هنا الفايبرس كبسول للور اند اوف ذا هيومرس ايميديتلي ابوف ذا كورونويد وريديال والكرينو في الصاي ديستال اتاتشمنت تو ذا مارجنز اوف ذا اولكرينو كورونويد بروسيس والكرينو بروسيس وكمان ماسك في الانولار ليجامنت اللي هي دي اللي ويتش سراوندز ذا هيد اوف ذا انا يهمني بس تكون عارف ان التروكليا والكابيتولا متلاته في الصاي انترا ايه كابسولا سينوفيال ميمبرين ده لاينز الكبسول صح؟ ولايز <تسجيل> الفصاي اللي هي بتبقى اوكيوبايد باي فات بيبقى فيها فات لكن دونت كفر ذا تروكليا ولا الكابيتولم ولا الفصة ولا الفصة فصا آه، و... آه، آه، ولا آه، لا ولا تروكليا ولا الكابيتولم ولا التروكلير نوتش اوف ذا النا ولا السوبيرو سيرفيس اوف ذا اوف يعني قصدي الاسطح المتفصله ما بتتغطاش بالساينوفيال ميمبرين ساينوفيال ميمبرين يغطي الكبسول والفصائل اللي حواليها دول فقط ده بالنسبه للايه للالبو جوينت